ومنتقل من لواء البتراء لمحافظة الكرك وتحديدا من القطرانة لنشوف مبادرة إحدى الشركات الكورية لذوي الاحتياجات الخاصة نشاطاتها وبرامجها لأهالي المنطقة. لنشوف أكثر بتقرير أحمد خريسات. تحت رعاية السيدة غادة مديرة مديرية التربية الخاصة والسيد كون هيوك كوان المدير التنفيذي لشركة جنوب كوريا للطاقة المحدودة، قامت شركة كوسوفو جوردن بتقديم المساعدة والدعم لمركز القطران للتربية الخاصة، تمثل باتفاقية تعاون بين المركز والشركة وأيضا إعادة هيكلة مبنى المركز والمحيط به، بالإضافة ليوم طبي مجاني وبعض الأدوات التي يحتاجها المركز. نتمنى نحن كشركة كورية أن نساعد الناس المحتاجين والفقراء في هذه المنطقة من خلال تواجدنا اليوم هنا، ونرى الفرحة على وجوههم. طبعا احنا دأبت الوزارة بإعداد خطة كاملة للتنظيم وتطوير البنية التحتية بالمراكز المتعلقة بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، من ضمنها لقينا انه لا يمكن انه الواحد يشتغل لحاله بأي مجال، تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص، وبرضه وقعنا اتفاقية شبيهة ومثيلة بهاي الاتفاقية برضه برفع كفاءة المكان من حيث التجهيزات، البنية التحتية، نوعية التدريب. وأجمل شيء بهذا الموضوع أنه بلشنا يعني نستقطب المجتمع المحلي والأسر والأهالي، يعني هلأ الأسر صاروا يجدوا متعة بالخدمات اللي بتقدمها القطاع العام والحكومة، يعني القطاع الحكومي احنا كوزارة التنمية الاجتماعية، فكانت المنهجية بأنه الأسرة الطفل المعوق دائما بمعزل عن الأسرة، هلأ المنهجية جديدة لا، احنا عم بنقدم الدعم للطفل خلال أسرته، حتى البرامج اللي عم بنحاول نطلبها من خلال الجهات اللي عم بتشاركنا بالدعم والأنشطة إنه نستثمر هذا الدعم بجذب الأسرة للعمل مع الطفل. تساعد مثل هذه الاتفاقيات في الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص على تنمية المجتمع بشكل عام والأفراد بشكل خاص، وخاصة هؤلاء الفئة. هدف شركتنا هو مساعدة كافة فئات المجتمع في الأردن، وسنقوم اليوم بمساعدة المركز الطبي في القطرانة من خلال عمل يوم طبي مجاني، وسنواصل الدعم والتعاون مع المجتمع المحلي. على المدى البعيد تحاول الشركة توسيعة نشاطها التطوعي والخيري، على أمل أن جميع الشركات في وطننا الحبيب تحذو حذو هذه الشركة لما لذلك من فائدة على عموم المجتمع.